كيف العاده الجلسه كانت في المستوى، كنا كنلمسوا فيها نوع من الشفافيه ومن النزاهه. وباقيه كنشهد بهذه الجلسه اللي مرحبا بيا، والله يرحم لها الوالدين اللي على الاقل قدرت الامومه ديالي. غير هذا الجانب يكفيني الحمد لله. المهم واخا سيد الدفاع ما عجبوش الحال ان الهيئه تعطيني واحد النوع من تقدر الامومه، راه هذا الدفاع راه الهيئه راه عندها كل عضو من الهيئه عنده مهمته. اذا لا سيما انا مرة مكلومه. الاسئله ديال الشهود اللي جاوا، وكنأكد على الطبيبه اللي هي مربط الفرس والمحافظ، الطبيبه كانت الاسئله ديالها كانت الاسئله الاجوبه ديالها كانت تضحيه ومختصره. من جملتها تضحيه مختصره انها قالت لك من حقها صبن الحوايج داخله في المهنه ديالها. بغيت نسولها نقول لها مني من حقك لالا تصبني الحوايج، على الاقل فين هما الحوايج لمن سلمتيهم؟ ما تحتناش هذه الفرصه. عاوتاني قالت لك باللي الدود كلا الاحشاء ديال التهامي، كلاهم كاملين ما خلاش حتى حاجه، ولكن كلا غير الكبده والريه والقلب، فهمتيني، والمسرنات، خلاه الفخيضات وخلاه كل شيء، خلاه صاين كاع ما كلاه. قالت لك الدود وحنا ما عرفناش النوع ديال الدود. كاين الدود اللي عنده مراحل، كل دوده كتعطيك مرحله ديال التحلل او ديال التعفن. قالت لك الدود، واش الدود عباد الله؟ حنا كنشوفوا التصاور اللي مدتنا بهم الفرقه الوطنيه، اللي وجهاز لا يعلى عليه ومصدر موثوق منه، هذيك المحاضر ولا هذوك التصاور اللي من عند الفرقه الوطنيه، واش الدود كان كيتعمل المقص كان تيتقب هذا الجهاد اليمن وكيمشي يقطع الجهاد اليسار، وكان اولا الدود كان هجم على الفلوغ كامله، هجم على الاحشاء كامله. هذا عاوتاني بغينا نسولو ما عندناش كيفاش. كنطلبوا اسئله وكنوجد الاسئله هذه سيمانه، وحنا باش سهرنا على التبليغ ديال، واخا كانت لا كونترانت ديال الوقت، سهرنا على التبليغ ديال الشهود، انما وصلنا على لي كيستيون باش نحطوهم لسميتو للطبيبه والمحافظ، ما توصلناش، ما سولناش، ما تعطاتناش هذه الفرصه. علاش؟ حيت سيد الدفاع كيوقف كيدير غوت صافي، كيونفاي كيهجم على داك، كيسطو على داك الجلسه، وكنسكتو وصافي، وكنعاودو نقلبوا الموضوع صافي. هادشي اللي كاين. اذا سيد الدفاع دار جميع الوسائل باش يربكنا وباش يكبتنا في لي كيستيون ديالنا وباش ما نتوصلوش للحقيقه. كان سيدي قال لك باللي جاو الشهود كيهضروا على، بعد نكمل لك على الطبيبه. الطبيبه قالت لك، انا قلت لك باللي كانت الدود كلا المصارم، وقاتنا التصاور ديال التقاشر. انا اول مره اقسم بالله لا فرحت باش تصاور ولدي، التصويره ديال التقاشر ولدي، هكذاك مستفين جوجه ديال التقاشر، الوغ حنا شفناها غير في الصباط شحال هذه، عمرني ما شفتهم هكذاك. علاش انا ديما كنتفاجئ بالتصاور؟ علاش كنمشي للفرقه الوطنيه كنصب التصاور؟ علاش كنمشي للكتابات الدود كنصب التصاور اخرى؟ وداك التصاور كاينين واحد حتى هما كاينين، ولكن كاين واحد اخرين. علاش كنمشي عند الدرك الملكي كنصب التصويره ما عمري ما شفتها؟ علاش دابا جيت للهيئه والطبيبه وقالت لهم داك التصاور، الوغ كو داك التصاور ماشي كلهم شايفينهم حنايا. انا شفت التصاور ديال 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 التقاشر، تعرفت على التقاشر، تعرفت على البغاسلي، تعرفت على السروال، تعرفت على التيشيرت، مي سوفيتمون ديال ولدي بيضاء بالبغوتيل، وولدي كيلبس سوفيتمون بيضاء ما يلبسهاش شي كحله، ياك؟ ما كايناش، وهي عندها ديال العيالات واسعه، والكالسون ديالو ولدي كيلبس كالسون قدو لا سيما انه معروض، ما غيمشيش بهالشكل.
فهمتيني؟ خدا الكالسون ديالو اللي كيلبسو ماشي اكس اكس ال، اذا هذا ماشي احنا ماشي مهمتي ديال في التشريح الحوايج، لا التشريح طويبه خاصه بالتشريح ماشي بالحوايج، حنا هيك كنعقبوا على الحوايج، حنا هادشي بغينا نعقبوا عليه. انا دابا كنقولها عبر المنابر لان ما تحتش الفرصه، كاع اللي ما تحتش الفرصه نقولها امام الهيئه ونتكبت فيها كلها نقولها في الصحافه. حنا لا نعم لا لا ما كنشوفوا بان ولات عندك شكوك في التقرير ديال الطب الشرعي. اه شكوك كاينه في الطب الشرعي، مي تقول لك اثر العنف ما كايناش، وهي كاتبه العنف او التقرير فيه العنف، اذا واش هي اللي واش هي اللي كتبت التقرير ولا هي اللي شرحت ولا واحد اخر اللي شرح ولا ما فهمناش شحال من يد دازت على هذا الملف هذا. كل واحد دار خدمته. العنف كاين. العنف كاين، هذا من جهه، من جهه اخرى قالت لك باللي عندهم واحد الرقم تسلسلي هي كديرو، ولكن اون فوا كيوصل لباب المقبره كيحبس. يعني دابا على عاتق المحافظ يدير تسلسل ترتيبي او رقمي على الجثث. نعم دزنا عند السيد المحافظ كنسمعو كيقول شي حوايج وغادي نحماقو باغي نهضرو، ما يمكن لكش تهضر. اكوا بون الشهود يجي ولا ما كناش احنا ما غاديش ندابزو، احنا غادي نعقبو حتى احنا وحنا مأدبين، احنا عارفين ادبيات واخلاقيات الجلسه، غادي نعقبو ولكن ما وقفنا حد. تعطانا فرصه، تعطانا فرصه يا عباد الله، ما تعطاتناش الفرصه، ما تعطاتناش الفرصه باش نديرو بهادشي. المحافظ قال لك باللي جاتو جثه ادفنها. بغيت غير نقول ليه اسيدي النهار اللي جا الطاقم بقدو قامتو وزعم بهذا وتكذب علينا كاملين وتعطينا واحد القبر فازق وعلى مطريف وفيه رقم 440 ما فيه لا سميه لا تح نقولوا قلتي مجهول واخا 440 فاذا به مشينا ابخي ما بقاش داك الشيء. علاش داك البلاكه ما بقاتش؟ علاش زالت واخا؟ وعلاش اسيدي بغيت نقول له علاش المقبره كلها ما فيهاش ديال الغرباء ما فيهاش البلاكات الا هذاك القبر باش الطاقم يمشي له نيشان؟ ما تعطاتناش فرصه، ما تعطاتناش فرصه لان غادي نديرهم في المحك في الجواب. والله ما تعطاتنا هذه الفرصه ولا تعطاتنا. حنا كنوهوا بالطبيبه، حنا كنوهوا بالطبيبه وكنوهوا بكل شيء، علاش؟ حيت ما تعطاتناش فرصه باش نسولوها. والشاهده اللي جات اللي صهرنا على التبليغ ديالها وصبناها ما بقات ساكنه في ذاك الدار ديالها تحولت، بغيناها تجي. قال لك السيد المحامي قال لك هو ماشي دفاع ديالها ولكن زعما انسانيا سي اومان رحموا داك البنت راها مريضه بالكونسير، راها مريضه ما تقدرش تجي، وما رحمتي وليش انا كأم 17 عام ولا حد هي غتوقف البيضة في الطاس، خاصها تجي وخاصها نشوفوا السيدي وخاص الخبر على الهواتف من الساعه اللي شافوا ولدي السي محمد شاف خوه تامي حتى من بعد 11 الليل، خاصها تجي كله خصو يدار مورا 11 الليل. هادشي دابا شوف هادشي راه باقي ما كمل وما غاديش يكمل دابا، ولا كفنونا وغسلونا وعطاونا الجواب ونطقوا بالحكم غنكونوا في هذه الحاله هذه ما كملناش التحقيق ديالنا ومشات لنا 17 عام هباء منثورا. نعم سيدي حياه نعم عمرنا ما شفناك خطبانه بحال هذه الخطبه هذه. ما عطاونيش الفرصه نهضر، مشوقه باش نهضر مع الطبيبه، مشوقه مجدله اسئله حاده ولكن هذه الفرصه، والله الا فرصه مشات لي بين يدي ولكن ان شاء الله ما مشاتش مشاش. حنا غنشوفوا السيدي وغادي نشوفوا الخبر على الهواتف، سنطالب بها. اذا كنا غنجيبوا الشهيده وديروا لي خاطري وتجيبوا الشهيده وديروا لي خاطري وتجيبوا المحافظ وما سولوهم شي، اكوا بون اكوا بون عباد الله. هاد لابوليتيك هادي راه ما خداماش هادي، جبتيهم خلونا نسولوهم ما غندابزوش شي عباد الله، ما غاديش ندابزو. شو تقولي الهيئه ديال الحكم؟ الهيئه الله يجازيها بخير دارت خدمتها مازال كدير خدمتها، ولكن مره جايه الله يخلي يعني كنتمنى باش سمح لينا الساده المحامون عطونا حق الكلمه. نعم المحامين اللي كانوا تيقاطعوا لدرجه انني قوتي تيقاطعني كتجيني غبينه حتى كنبدا نقز من بلاصتي ونجاوب وتيقول لي اسكت. لا لا ما خصكش تهضر، تنسكت. ما عطيتيني حق، ما عطاني السيد المحامي حق نهضر، ما الهيئه عطاتني حق نهضر، حيت كتقول لي زعما تجي نوبتك، ما جاتش نوبتي، الوقت جا مشينا الله يهنيك الله يهنيك.
بالنسبه للاستاذ حيث، بالنسبه للدكتوره ديال تفريح الطبي، واش داك الشيء اللي في التقرير هو النيت اللي جات قالته اليوم ولا كاين تناقض؟ كاين تناقض، ما قالش كل شيء. لا 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 لا، ما قالتش كل شيء. داك الشيء علاش بغينا نسولها ولكن ما تحتناش الفرصه.